مرة تانية. شفنا في الانفوجراف الرضا وثمرات الرضا في الدنيا وفي الآخرة كمان. يمكن احنا بنعتب على الزوج ان هو بيتصرف التصرفات دي ونقول عليه انه ما عندوش رضا. ممكن تكون الزوجة ماشي فيها بعض التقصير بعض العيوب، او هو ده حاجة فيه هو نبع لشخصيته ضمن الأسباب اللي حضرتك ذكرتيها قبل كده، وبنطالبه بالرضا. طيب الزوجة هنا احنا ينفع نطالبها بالرضا ان انت ترضي على صفة زي دي موجودة في جوزك وتحاولي تتعايشي معاها، ومعلش بكره ربنا يهديه وهيقلع عن العادة السيئة دي؟ طيب بصي، مبدئيا انا عايزة اعمل يعني العلاقة دايما انا راضية، بس مش راضية كده، انا عايزة اكون راضية بفرح وبحب. عايزة اكون راضية وانا فعلا شايفة حلو، شايفة جميل، شايفة ان هو ماشي، هو فيه الصفة دي وكذا، تعالي نفندها شرعي واقول لك انت كزوجة تتعاملي معاه ازاي، لان طبعا حاجة بتحرق الدم. يعني تقول لك مثلا كنت في مكان معين وبنشتري، وبعدين طلعت لنا الفلبيني وطلعت لنا مش عارفة مين، وهو بقى ايه سخسخ على نفسه وكذا يعني. طب وبعدين رجع والخناقة قامت على كده بسبب ان هو تلطف مع البائع الست اللي بيشتري منها في الكلام. لا طبعا الزوجة بنحرق دمها تغلي وممكن الدنيا تبوظ، يعني هو حر بقى لو عايز يتغلي. الازمه كمان ان انت يعني ما فيش يعني حبه بلد كده قدام، يعني انا واقفه جنبك وانت عمال تبص يمين وشمال. طب هو لو خبره مش هيعمل كده قدام زوجته، بس طبعا لو يا نهار ابيض انت عايزه يبقى خبره يعمل من وراها كلهم يا حبيبتي. انا عايزه اقول لك دي فطره. بس طبعا في اللي غاضت فيه. والله انا هقول لك على حاجه. انا كنت مره بحفظ احنا ومجموعه عند الناس مع شيخ معين، والشيخ ده يعني هو في تقارب سن، يعني مش كبير قوي، ولكن الراجل ربنا حبابل كده. انا طوال الثلاث شهور اللي انا بحفظ معاهم فيه فاكراه كفيف. والله يا استاذه ندى انا فاكراه كفيف. اللهم شوف لا يا استاذه كفيف. يقول لي لا، من كتر شده غض بصره، سواء يعني كان موجود في معهد القراءات او اللي احنا كنا بنحفظ خارجي معايا، احنا كنا مجموعه خمسه، او في الشارع، او لما بنلاقيه كذا اقول لهم كفيف. تخيلي ده لان عينه ما بيتحركش. بصي هو سمت واحد، هو عينه كده. في نماذج حلوه طبعا، في نماذج حلوه، في نماذج كويس، في نماذج، او حتى لو واحد كده يعني مثلا سرعه التصرف. يعني انا بقول لك لما يحصل منك موقف خليك ذكي. ايه ده هو تيجي فيكي ايه ده، انت اللي كذا وانت أيوة. اللي تفردت وانت اللي مش يعني لسه يعني هو سرعه رد فعلك عشان ترضيها. طيب كلمه بقى انا اتعايش، لا يا حبيبتي انا مش عايزاكي تتعايشي. طب اعمل ايه؟ تعالي نفندها شرعي وعلمي عشان احنا نرتاح، عشان لو ما ارتحناش هتبقى بيت بايظ. ماشي، هو جاي بخناقه وطالع بخناقه، لانك بتفقدها ثقه في نفسها. بالظبط. واحساس ايه ده، انت بتبص يبقى انا وحشه. صح، مش مالي عينك. بتقول بره يبقى انا، طب ما بتقوليش ليه يعني. طب ما انا اهو اقول. طيب تعمل ايه؟ اولا ده مبتلى، مبتلى فعلا. المبتلى ده له منا حق النصح وحق الارشاد والتلطف في الكلام، وان انا اذكر ان هذا الامر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، مره مباشر ومره غير مباشر، مره من باب مبال اقوام وهكذا. اصبر عليه ولا تكوني عون للشيطان على اخيك. ان يعني زوج، تخيلي بقى ان هو زوجك واخيك وحبيبك وكل حاجه ليكي. فبالراحه والتلطف ده رقم واحد. رقم اتنين، وانا عايزه بقى اعصابك جامده جدا وبارده. أيوة. محطوطه في ثلاجه وانت بتسمعي النقطه بقى صعب دي. قوي اليومين دول الست تحط اعصابها في ثلاجه يا استاذه هاله. يعني لازم، لانه حبيبها. بصي انا دايما بقول للزوج، الزوج حبيب، يقول لك لا ماليش دعوه انا بالمسؤوليه، كل القصص دي انت حبيبي، انت روحي، انت توامي، انت بتاعي يا جماعه. ما ينفعش. يا سلام يا سلام على الكلام. فهو فحبيبك ده لازم ان انا يا استاذه ندى يعني اخد كل الوسائل. معلش انا مش هنجح واحده تيجي بره اي كلام هي اللي تبقى تاخده مني او تنجح في الاستيلاء عليه، لا طبعا. وانا قلنا في العلاقه انها تبقى فعلا بصباص مدمر للعلاقه لو اتبعه فعل، طول ما هي الدنيا ماشيه كده. ولكن للاسف للاسف ان فعلا بيطبع بفعل. انا كنت لسه هقول لحضرتك، عمر ما الدنيا بتفضل ماشيه كده ومجرد ان هو بيبص يمين وشمال ويوصلها ويجيبها بنظراته. لا لا لا، لازم يتبعها بعد كده تصرفات. ان صح. كان تواصل يمشي وراها ويعرفها، ان كان عايز يعرف رقم تليفونها، صفحتها على الفيسبوك. بالتالي بعد كده لما بتجي لنا مشاكل كتير ونقعد نناقشها، الفيسبوك عرفها منين؟ فضل يدور ويدعبس وراها لحد ما عرفها وجابها من على الفيسبوك. لا احنا طبعا بنقول لها اقعدي قاعده هاديه واقعدي معاه واساليه انت بتبص ليه بالراحه جدا. طيب ممكن مثلا هيقول لك ايه، لا ده شعرها. لا، او مثلا يقول لك لا ده شعرها، لا ده جيبتها دي، قصت كلامها دي، مش عارفه ايه. الامر ده منها ان هو يعني تقعد وتساله وتسمع منه، بس تكون اعصابك هاديه جدا جدا وانت بتسمعي منه.
ما تتنرفزيش وما تحسيش ان ده نقص فيكي او عدم ثقه او ان دوت حاجه، لا دي مش حاجه، اسمعي منه وخدي النقط اللي هو يعني قالها وشوفيها فعلا هل فعلا هي فيكي كده، هل فعلا انت مقصره في الامور دي، وهو احتاج ان هو يبص على الامور بره. خليكي كمعالج وليس كناقد او كشكايه او كنكديه عليه، بحيث ان انت تعالجي الامر. ده رقم اتنين. يبقى هو مبتلى، معلش اصبري وننصح لله سبحانه وتعالى. رقم اتنين، هاتي ورقه وقلم واساليه واسمعي منه ايه، ايه اللي عاجبه، ايه اللي بيجذبه. طب استاذه هلا، حضرتك بتقولي هو مبتلى ونحن لازم نصبر عليه. لو هنتكلم على النقيض، ما هو عمر ما في حد هيقبل ان زوجته تكون بتعمل كده، وفي نفس الوقت بالعكس، ده الزوج لو راح ربع بصه بس من زوجته على اي حد تاني، يعني لو هو يعني كده هادي شويه هتقلب بخناقه، بس ما يكونش ان هو هيسيبها ولا بتبص لحد غيري. طب ازاي انا بطالبها هي انها يعني تاخده بالراحه واحده واحده، وعلى الناحيه الثانيه ما ينفعش اصلا تعملي كده، انت بتفكري كده ازاي؟ يعني المفروض ان ميزان العدل هنا عند ربنا الاول، ده حرام وده حرام عند الاثنين. الله يفتح عليك. هو فعلا ده هنا حرام وهنا حرام، بس انا بقول هي الزوجه او الست بصفه عامه هي يعني ايه سبب انها بتبص؟ يعني انا معايا راجل مكفيني محتويني حبيبني مأغدق عليا بالحب والحنان كفيني، يعني ما هو الراجل ايه غير ان هو يكفي زوجته، يعني كفيني من كل الجوانب، ايه اللي هتحتاج ان هي كده؟ الا اذا خلل عندها في عقيده وخلل في دين وخلل مهاش اصيله لا، يعني في امور اخلاقيه كذا، وانت اللي اكيد بتبان، يعني البنت اللي بتبقى زي ديت بتبان قبل في الخطوبه، بتبان بتبان زي ما العريس بيبان في الخطوبه بالظبط. الله يفتح عليكي. وتبص تلاقي دايما بتسالك عن صحابك، بتسالك عن كذا، دايما تقارنك وتقول لك ما تتكسفش لا طبعا، يعني الراجل ما يقبلش، وانا ذات نفسي ما اقبلش ان يبقى في حد بالصفات دي. انت بنوته، واحنا الله خلقنا ان احنا هو واحد بس، هو زوج واحد، ولو كان ينفع التعدد كنا احنا عددنا احنا كمان، لكن هو زوج لاني قلبي ما يستحملش الا واحد بس.